ده برنامج النهارده شغال دلوقتي على الهواء في الصين، برنامج مؤتمر صحفي بتقيمه أو بيقيمه مجلس الأمة الصيني للتشجيع على العودة إلى الإنتاج والعمل مرة أخرى لإعادة الحياة يعني بشكل طبيعي في الصين. واللي عايز أقوله يعني من الهدف اللي أنا بصور اللقطات ديت إن حضراتكم تلاحظوا حاجة، كل المسؤولين الصينيين اللي قاعدين على البانل وبيتكلموا، قاعدين على الطاولة وبيتكلموا، كلهم مش لابسين ماسكات. لما الصورة تكبر دوت لهم كلهم مش لابسين ماسكات، ولما الصورة تيجي على الناس الصحفيين والناس اللي قاعدة اللي هم بقى يعني جزء من الشعب اللي بيستمعوا بيوجهوا أسئلة، هتلاقيهم كلهم لابسين ماسكات وسايبين فراغات بين كل واحد والتاني. وهو ده اللي انا يعني بركز اهو، تفضلوا كل اللي قاعدين شايفين كلهم لابسين ماسكات وفي مساحة بين كل واحد والتاني، انما لما الصورة تكبر دلوقتي على كل اللي قاعدين على البانل على الطاولة بيتكلموا هتلاقي فيش ولا واحد لابس ماسك. ليه بقى؟ هو ده اللي انا عايز اقوله وقلته قبل كده في الحلقة السابقة على الاقل، يعني ان المسؤولين هم دول الوجهة الصينية. فالصين عايزة تقول للعالم خلاص الفيروس انتهى ومش موجود، الفيروس انتهى ومش موجود، وان هي دي الوجهة بتاعتهم، مش فيش ولا واحد فيهم لابس ماسك. انما الشعب نفسه اللي بيعبر بقى عن الوضع الحقيقي كلهم لابسين ماسكات. ادي مسؤولة تانية تتكلم برضه على البانل نفس الحكاية، مش لابسة ماسك. النهاردة شفت صورة لرؤساء الدول الكبرى، رئيس وزراء اليابان، رئيس وزراء كندا، أنجلا ميركل، رئيس وزراء ألمانيا، كلهم عاملين فيديو كونفرنس جاست يعني دلوقتي خاصة بيقابلوش بعض وجه لوجه بالكمبيوتر، بيتقابلوا بالكمبيوتر دلوقتي ويتكلموا بالفيديو كونفرنس. انما في الصين لا، لازم الواجهه تبين للعالم كان ما لا ما فيش حاجه وكل شيء تحت السيطره والامر انتهى، على حين ان الشعب نفسه لا، مش الامر مش كده، عارفين ان الامر مش كده. ولذلك انا دايما لا اصدق الروايه الرسميه التي تصدر من النظام الصيني. واي نظام اخر يكون يعني مش الصين بس، لا ده الدول الاخرى ايضا، اي روايه رسميه تصدر منهم، اي خاصه لو نظام قمعي، نظام قمعي بوليسي ما فيهوش راي اخر، ما فيهوش معارضه، طبعا مستحيل انسان بيحترم عقله انه يصدق الروايه اللي تصدر من بلد بيحكمها نظام واحد، نظام بوليسي قمع، مستحيل. خلي المدام دي تخلص كلامها وابقى اصور تاني اول ما الصوره الكادر يجي على الجمهور، على دات الجمهور كله زي ما انتم شايفين لابسين ماسكات. ادي صوره البانل، اربعه قاعدين مفيش ولا واحد فيهم لابس ماسك. ادي اربعه المسؤولين قاعدين من غير ماسكات، والصحفيين كلهم حتى العمال بتوع الكاميرا، الكاميرا مان زي ما انتم شايفين ورا كلهم لابسين ماسكات، الصحفيين كلهم لابسين ماسكات. ادي هم دول الشعب، انما المسؤولين طبعا الوجهه مفيش ولا واحد فيهم لابس ماسك، مفيش ولا واحد فيهم لابس ماسك، يعني everything is under control. هي دي الرسالة الصين عايزة تبلغها للعالم.